أهلا بكم في درس جديد من تطوير وتصميم موقع ويب تفاعل. نكمل معكم بالعمل على بناء الموقع الخاص بنا وكيفية القيام بتحميله وجعله على شبكة الإنترنت. فقد أتممنا خلال الدروس الفائتة تطوير الموقع الخاص بنا وأصبح جاهزا للاستخدام، وقمنا في الدرس السابق بتحميله وذلك على مخدم يقوم بتأمين استضافة مجانية والذي هو Infinity Free. ولكن وجدنا أن المشكلة الوحيدة في هذه الاستضافة أنها لا تدعم اللغة العربية. فإذا قمنا بالذهاب إلى هذا الموقع الآن فنراه بهذا الشكل، نستطيع القيام بالاستعلام والنافيجيشن خلال هذه الصفحات ولا يوجد أي مشكلة. ولكن المشكلة الوحيدة هنا أنه عندما نقوم باستعراض هذه الكورسز والتوتوريالز نرى كيف أنها لا تدعم اللغة العربية، ما عدا ذلك هي تعمل دون أي مشاكل بهذا الشكل. الآن سوف أحاول القيام برفع هذا الموقع على مخدم آخر أيضا يقوم بتأمين استضافة مجانية. إذن هذه الاستضافة المجانية تتيح لي القيام بتطوير موقع ويب وحيد بسايز أيضا محدود 300 ميجا بايت، وأيضا بالنسبة لعرض حزمة الاتصال فهي محدودة وهنا لا تدعم بقية هذه الخيارات، لذلك لا بأس هنا بتجريبها ما دام الموقع الخاص بنا أيضا هو محدود من ناحية القيام بالخدمات. فقمت مسبقا بتسجيل الدخول، دعوني أقوم بتسجيل الدخول على هذا الحساب مثلا، وفعليا أيضا قمت بإنشاء دومين خاص بي بهذا الشكل ولكنه الآن فارغ لا يحتوي على أي معلومات، فقط الصفحة الأساسية التي تأتي بشكل مباشر مع هذه الاستضافة كما نرى الآن. لذلك أستطيع القيام بالاستعلام عن هذا الموقع وذلك بالذهاب إلى المانج ويب سايت هنا، ونرى مختلف الإعدادات التي أستطيع القيام بها. إما نقوم بتطوير موقع ويب وذلك بشكل مجاني عن طريق استخدام التمبليتس والقوالب، أو هنا أقوم باستخدام ووردبريس وأقوم بتهيئة هذه البلاتفورم. ورأينا كيف أستطيع القيام بالتعامل معها بشكل مفصل خلال التوتوريال المتعلق بالووردبريس. أما هنا في حال قمت مسبقا بتطوير موقع الويب وأريد فقط القيام برفعه على شبكة الإنترنت فسوف أقوم باختيار هذا الخيار. نرى هنا هذه الملفات التي هي فارغة إذا قمنا بالاستعلام عنها بهذا الشكل، وفعليا الموقع الخاص بي سوف يكون موجودا في هذا المكان. لذلك دعوني أقوم هنا بتحميل الملفات الخاصة بي، فأقوم بالذهاب إلى Upload Files Select Files، وهنا سوف أقوم باختيار هذه. أيضا بالنسبة للفوتر فبقيت HTML لا مشكلة بهذا الشكل، نقول Open Upload، أحتاج بعض الوقت للقيام بالتحميل لا مشكلة. جيد جدا. الخطة الثانية أن أقوم هنا بإنشاء فولدر جديد وأقوم بتسميته Images وذلك من أجل تحميل هذه الصور، ونقوم هنا بتحميل هذه الملفات بشكل مشابه Upload، أحتاج بعض الوقت للقيام بالتحميل لا مشكلة. وهنا سوف نرى كيف أن العمليات متشابهة بين هذه السيرفرز سواء على Infinity Free أو هنا على الويب هوست. إذن الآن أصبح الموقع إلى حد ما جاهزا وأستطيع القيام بالاستعلام عنه. أعتقد هنا قام بتحميل هذه الصور ليس في هذا المجلد وهذا الخطأ علينا القيام بإصلاحه. وهنا قم بنقلها وذلك باستخدام Move، نقوم هنا بتعيين الفولدر والذي هو Images Select This Move، تمام. نقوم الآن بالتحديث ونراها بهذا الشكل. المشكلة الوحيدة هي القيام بالاتصال بشبكة الإنترنت. سوف نقوم بحل هذه المشكلة من خلال إنشاء Database. نقوم هنا بعد الاستعلام على هذه الملفات وأصبحت جاهزة، فهنا نقوم بالذهاب إلى Tools ونقول Database Manager، نقوم بإنشاء New Database فأقوم بتسميتها مثلا ALH، وهنا بالنسبة لليوزر نيم سوف أبقيه Root، دعني أقوم بجعلها Small Letter، وبالنسبة للباسورد دعني أقوم بكتابة باسورد بعد تعيين سوف أقوم بتدعيمها وجعلها قوية. والآن نقوم بإنشاء Database، قد يأخذ هذا الأمر بعض الوقت كما نرى من أجل القيام بتحميلها. وريثما يتم التحميل سوف أقوم بوضع هذه البيانات في الملف عندي عند الكونكشن. دعوني أقوم بالذهاب إلى الفايل مانجر ونقول هنا عند الأبلود فايل، نقوم بالذهاب إلى الببليك وهنا أعتقد عند الهيدر سوف أقوم بإبقاء الهوست نيم فهي نفسها، فهذا بالنسبة لليوزر نيم أقوم بإضافته مكان الروت وهذا مكان الداتابيس هنا، وأقوم هنا بإدخال الباسورد ومن ثم سيف بهذا الشكل. لنرى الآن أعتقد أصبحت جاهزة للاستخدام.
فأقوم بفتحها وذلك عن طريق PHP My Admin. الخطوة الأولى أن أقوم هنا بالذهاب إلى هذه Database في هذا المكان، وأقوم بالتأكد من أنها تدعم الأحرف العربية، فأقوم بالذهاب إلى Operations، وهنا سوف أقوم مثلا باستخدام هذه الخاصية General، نقول Go، ومن ثم سوف نقول Import، وذلك من أجل القيام بتحميل الداتابيز الخاصة بي، فنقول هنا Browse، قم بجلب هذه الداتابيز في هذا الشكل، نقول Go. أحتاج بعض الوقت أعتقد للقيام بجلبها وإنشاء هذه التابلز مع وضع هذه الداتا المخزنة فيها. نرى هنا كيف تمت الإضافة بنجاح ولا يوجد أي مشاكل. ممتاز جدا. إذن الآن دعوني أقوم بالذهاب إلى هذا الموقع وأقوم بالتأكد من أن تمت إضافة هذه الداتابيز دون أي مشاكل. نقوم بالتحديث. فنرى هنا كيف أن هذا الخطأ ذهب وأصبحت الآن الداتابيز مهيئة ومجهزة وأستطيع القيام بالتواصل معها. نقوم بالذهاب إلى Join Courses. ممتاز. قام بجلب هذه البيانات ونرى هنا كيف تقوم بدعم اللغة العربية. جيد جدا. كذلك بالنسبة للمنبث. بهذا الشكل نرى كيف نستطيع القيام باستخدام مختلف هذه الهوستينج، وقمنا بالاستعلام وتجريب أكثر من استضافة مجانية، ورأينا كيف الموقع الآن الخاص بنا أصبح جاهزا للاستخدام، وذلك سواء قمت بعرضه على الديسكتوب أو عرضه على الجوال. دعوني أتأكد أولا من أن هذه الصورة أيضا لا مشكلة فيها. ممتاز. بهذا الشكل أتممنا الآن الموقع الخاص بنا وأصبح جاهزا للعرض والنشر والقيام بالاستعلام على مختلف هذه التوتوريالز، ونستطيع القيام بالذهاب إليها وذلك فقط بالضغط على إحدى هذه الكورسز. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.